من الأقوال الشهيرة جداً إنه مصر هي أم الدنيا. طبعاً مصر أم الدنيا بتاريخها، بحضاراتها، بفنها وبثقافتها. العلاقة بين مصر ولبنان تاريخية وعلى مد العصور. أما اليوم وبظل هيدا الجو الراقي اللي عم تسمعوا وراي مشاهدينا، كنا موجودين معكم باليوم الوطني المصري اللي عم بيحتفل فيه السفير المصري بلبنان. طبعاً كان لنا مقابلات مع السفراء، السفير السابق والحالي لمصر بلبنان، ومع بعض السياسيين اللي شاركوا بهيدا الاحتفال. تابعوا معنا هيدا التقرير. السفير المصري عم نشوف اليوم عم تحتفل باليوم الوطني المصري. العلاقة بين لبنان ومصر علاقة تاريخية وفيها مد وجزر أيضا، كيف بتوصفها اليوم؟ صحيح، هي علاقة تاريخية بتعود يعني أيام القدماء المصريين والفينيقيين، وكان في تبادل وتجارة، والعلاقة بالتالي قديمة وحقيقية وليست مجرد شعارات، إنه علاقة تاريخية، علاقة حقيقية وعلاقة فيها بعد عملي وفيها بعد عاطفي كمان. اللبنانيين بيحبوا مصر وبيحبوا يروحوا سياحة على مصر باستمرار، والمصريين أيضا بيحبوا يجوا على لبنان سياحة بشكل طول الوقت، يعني طول العام. وبالتالي يعني هي علاقة فعلا من كل الجوانب كثيفة جدا وثرية جدا. عم بتقلي بخصوص السياحة، إنما هلأ المنطقة العربية عم تشهد مثل انحدار بظل الإرهاب اللي عم نشوفه، هل السياحة بمصر بعد قائمة إلى هذا الحد؟ يعني بالتأكيد أرقام السياحة تراجعت بعض الشيء، وبنسعى لإعادتها إلى ما كانت عليه، والحقيقة أنه السائحين اللبنانيين بيساعدونا في هذا، لأنه بيروحوا على مصر بشكل كثيف، وبتزيد أعداد، يعني زي ما قلت في الكلمة في زيادة حوالي 20% مقارنة بالعام الماضي. وبالتالي احنا مقدرين لهذا الاهتمام اللبناني بالسياحة في مصر، لأنه هذا أيضا دعم كبير لمصر، وبنشكركم عليه وبنشكر اللبنانيين عليه. هل الوضع الأمني بمصر أصبح مستقر قليلاً بعد الاغتيالات اللي شفناها؟ يعني هي الاغتيالات الحقيقة بتقع في كل مكان في العالم، شفنا في أوروبا في العواصم الكبرى، وده يعني ما فيش حد مستثنى من هذه بعض الأحداث اللي بتحصل الإرهابية، ولكن مع ذلك الوضع في مصر وضع مستقر والأمن يعني مستتب، وهناك سياحة في شرم الشيخ وغير شرم الشيخ والأقصر وأسوان، والحمد لله الأمور بشكل عام منتظمة. يعني شو بتوجه كلمة للشعبين اللبناني والمصري بما أنه حضرتك سفير مصر بلبنان؟ بوجه لهم كلمة يعني بأنه أنا بأمل دايما في مزيد من التعاضد ومزيد من التعاون بين الشعبين، لأنه بالفعل المرحلة اللي بنمر بيها في المنطقة مرحلة صعبة ودقيقة، وتتطلب كل التعاون وكل التكاتف بين المصريين واللبنانيين وبين العرب بشكل عام. شكرا لك سعادة السفير. شكرا جزيلا. طبيعي لبنان بلد منفتح ديمقراطي واخذ يعني سياسي مستقرة على مدى عقود وعقود، ولبنان جزء من العالم العربي، ومصر هي ثلث العالم العربي، وبالتالي مصر لها دورها وتاريخها وحاضرها وأيضا مستقبلها، ولا يمكن أن تقوم قيام العالم العربي بدون مصر، ولا يمكن أيضا لمصر أن تتقدم بدون العالم العربي. فلذلك يعني هذا الموقع الذي تكتسبه مصر على مدى يعني أجيال وأجيال، الإنسان بده يحرص على أن يسهم
في استعادة الحضور العربي في وطننا العربي بداية وفي العالم. ولذلك يعني في هذه الآونة التي تمر فيها منطقتنا العربية يعني ظروف شديدة الصعوبة، وهذا يقتضي فعليا العمل من أجل استعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية، وهذا لا يمكن أن يحصل دون أن تكون لمصر دور أساسي في ذلك. ومن هذا الأمر طبيعي أنا أحرص على أنه يعني أن أشارك في هذا العيد السنوي الذي يشكل بالنسبة لكثير من اللبنانيين ومن العرب يعني جزء من ذاكرتهم ووجدانهم. ولذلك أنا يعني حرصت اليوم على أن أشارك في هذا العيد السنوي لجمهورية مصر العربية. نعم، ذكرت بكلمتك أنه في تجاذبات بالمنطقة العربية إرهابية، هلأ اللي عم بيصير بلبنان وتحديداً بعرسل، شو رأيك فيه بالمعركة اللي عم بتصير ضد الإرهاب؟ لا شك أن هذه المشكلة مشكلة عويصة يعني، ويجب التصدي لها، ولكن التصدي لها من قبل جيش اللبنان ومن قبل السلطة التي اللبنانية، والتي يجب أن لا يشاركها في ذلك أي حد. يعني حضرتك ضد المقاومة أو ضد مشاركة حزب الله بعرسل؟ طبيعي، هذا الموضوع، هذه قضية سيادية يجب أن تقوم بها الدولة اللبنانية ومن خلال أدواتها بدءا من الجيش اللبناني. نعم، والقانون الانتخابي حضرتك راضي عنه هلأ بعد في فترة؟ هلأ بدنا نحكي، هلأ خليك عم تحكي بي بالموسيقى. شكرا لك. شكرا. ما شربتش من الوزير نهاد المشنوق، اليوم بمشاركتك باليوم الوطني المصري، شو بتوجه كلمة لكل أجنبي موجود على الأراضي اللبنانية؟ إنه بلد أمن وأمان، نحن مسؤولين ومعنيين بأنه يكون مرتاح بلبنان، وهذا دور أصلاً نعتمد فيه على دعم الدول العربية وأولها مصر. المعركة اللي عم بتصير بجرود عرسال قديش رح تأثر على الداخل اللبناني؟ لا إن شاء الله ما بيكون لها أي تأثير. والانتخابات المقبلة أيضا جيدة وبتكون لمصلحة اللبنانيين؟ لا إن شاء الله كله بيكون بخير، ما في مشكلة. نعم، شكرا لألك. جنرال روكوز، اول شيء مساء الخير. زعلان على اللي عم بيصير بعرسال؟ زعلان على اللي عم بيصير بعرسال، انه كنت متمنى اكثر الامور تمشي اسرع والجيش يقدر يكون مرتاح اكثر، لانه بوجود النازحين يعني بمناطق العمليات شغله صعبه كثير على الجيش. بتمنى انه يتاخذ خطوات تتخطى امور النازحين ويقدر الجيش يستوعب الموضوع بسرعه ما يصير اي اشكالات بالمستقبل. إنما الجيش ما عم بياخد كل حقه بهيدي المعركة، عم نشوف على طول اسمه عم بيكون مقارن باسم المقاومة. إن شاء الله إنه الأمور بعد بأولها، إن شاء الله بفرصة جاية بيكون في دور أوسع للجيش وأكبر وحساس أكثر، لأنه مناطق الجيش فيها نازحين، وضع حساس كتير. إن شاء الله بيكون في مبادرة بأسرع وقت ممكن ينتهي الموضوع فوق ويكون الجيش مسيطر على المنطقة كلها. شو بتوجه كلمة لكل لبناني هلأ عم بعيش بظل كل هيدا الظروف؟ أول شيء للجيش بقول لهم قلبنا معكم وروحنا معكم وتفكيرنا معكم كلنا معكم، وللشعب اللبناني يتضامن أكثر حول الجيش اللبناني وحول المنطقة تنتهي من وضع الإرهاب الموجود فيها،
ولأهالي عرسال إنه أتمنى بأسرع وقت ممكن شدة الإرهاب تزيع عنهم ويرجع حياتهم طبيعية بالمنطقة بشكل يليق بأهالي عرسال مثل ما لازم يعيشوا كشعب لبناني حي. برأيك هل المعركة معقولة تمد أكثر أو وقت أطول؟ إن شاء الله بأسرع وقت ممكن بينتهي الموضوع وبينحسم لمصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني. نعم، معقولة أشوفك بالانتخابات النيابية المقبلة؟ أكيد شغلة طبيعية. نعم، رح تترشح يعني جنرال روكوز شامل روكوز رح يكون موجود بالمجلس النيابي؟ إذا الله رأت أكون موجود هذا الشعب بيقرر، بس إنه المبدأ ماشي. معالي الوزير بيير بوعاصي، مساء الخير. عم شوفك اليوم عم بتشارك باليوم الوطني المصري، هذا في اتحاد بين لبنان ومصر بدل على وجودك هون؟ في تقارب تاريخي بين لبنان ومصر، الفينيقيين كانوا يتاجروا مع مصر، كل بور فينيقي كان في بور يتاجر مع مصر من جبيل للصبور لصيدا لبيروت لطرابلس، وبالتالي العلاقة تاريخية طبعا. ومصر اليوم الدولة الحديثة ولبنان اليوم الدولة الحديثة جزء أساسي من العالم العربي ومؤسسين لجامعة الدول العربية اللي مركزها موجود بالقاهرة، والعلاقات بين مصر ولبنان قديمة ومستمرة وعم تاخد أكثر وأكثر طابع استراتيجي على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي. مصر عمق اقتصادي للبنان ويجب تعزيز هذا التواصل الاقتصادي بس أيضا وأيضا الثقافي والسياسي. إنما بين مصر ولبنان أيضاً في الإرهاب هو مشترك عم بيكون موجود بالبلدين، نحن عم بتم مكافحة الإرهاب عنا اليوم تحديداً وبعرسال. خبرنا شوي عن رأيك بكل الأشياء الأمنية اللي عم بتصير بهيدا البلد. كثير من الدول اللي بتتشارك بمنظومة القيم وبالمصالح بتتشارك كمان بالتحديات، ومن أكبر التحديات اليوم بالعالم وتحديداً بعالمنا العربي هو التطرف والإرهاب. مصر تعاني كثيرا من هذا الأمر وتواجه بكل ما أوتت من قوة عسكرية وأمنية وسياسية، بس كمان الجانب الاجتماعي والاقتصادي حاضر، وكذلك الأمر بلبنان. وبلبنان اتكالنا على الجيش اللبناني وعلى القوى اللبنانية الأمنية اللبنانية وعلى قدرة شعبنا على دعم هذه القوى لمواجهة هذه الظاهرة الحمد لله يلي بعدها عم تحاول تدخل على لبنان من الخارج ولم تتغلغل في النسيج الاجتماعي اللبناني. علينا نعمل كل شيء للحفاظ على الوضع بهذا الشكل ونهني قوانا الأمنية على الشغل الممتاز والرائع يلي عم يعملوه. نعم، ذكرت حضرتك القوى الأمنية والجيش اللبناني، إنما ما ذكرت أفراد المقاومة اللي أيضاً عم بيقاتلوا بعرسال. عم بيصير في شرخ كتير كبير بين القوات اللبنانية وجمهور المقاومة، ليش هيدا البعد هالقد؟ أنا بهمني ما يحصل على الأراضي اللبنانية بقرار من الدولة والحكومة اللبنانية وبتنفيذ من الأجهزة الأمنية اللبنانية، كل ما عدا ذلك لا يهمني. حتى قانون الانتخاب الجديد اللي هلا القانون النيابي ايضا بيعزز شوي هذا التأجج الطائفي الموجود على الاراضي اللبنانيه، كيف بدنا نتخلص من المشكله الطائفيه ومن الشرخ الطائفي بلبنان؟ خلينا نقول في امرين، اول شيء ماني موافق على التوصيف انه القانون الجديد يعزز الشرخ الطائفي، ماني موافق ابدا. ثانيا بدنا نعرف انه لبنان دولة مركبة فيها مجموعة طوائف من خلفيات ثقافية وتاريخية مختلفة، وهيدا غنى للبنان. إذا اختلفوا على الأساس بيكون مشكل سوف يستمر في البلد، وإذا اتفقوا أنه في عندهم اختلافات ثقافية وتاريخية بيكون هيدا مصدر غنى للبنان، وأنا أعتقد أنه مصدر الغنى موجود والكل واعيين له، وبالتالي لا فينا نغض النظر عنه نعتبره غير موجود ولا فينا نعززه لدرجة المواجهة. لازم المحافظة عليه ودستورنا يحفظ مشاركة كافة المكونات اللبنانية ضمن مؤسسات الدولة وضمن اللعبة السياسية الديمقراطية. نعم، إنما القانون اللبناني هو نسبة بحسب الطوائف أيضا، مثلا ببيروت تقسمت كل صاحب طائفة بينتخب صاحب طائفته. يعني بيروت أكيد مكون أساسي بالخريطة السياسية والاجتماعية اللبنانية، بس بيروت لا تختزل كل لبنان. ببيروت صار تقسيم بيروت إلى دائرتين، في دوائر أخرى شوفوا عليه سوا بعبد لحالة كسروان جبال لحاله، ما فينا نختزل تقييم القانون للانتخابات للتقسيم الانتخابي اللي حصل ببيروت. شكرا لك معالي الوزير.